السلام عليكم، معكم خليل. غادي نديروا الكوريكسيون ان شاء الله ديال التمرين الثاني من ليكزام ديال الكونتا سوسيتي المحدد 2018 2019 سيسيون نورمال. الان في ليكزارسيس كيقولنا بان لا سوسيتي انونيم الفا ديتيان ان كابيتال دو 8000 درهم 8 مليون درهم بلوتو او 31/12/2018. لو كابيتال اي كومبوزي دو 60000 اكسيون ليبيري توتالمون دوبوي بلوس دان ان، يعني 60000 كول هات ليبرات قبل من العام هادي، اي دو 20000 اكسيون نيميرير ليبيري دو مواتي، الوغ نيميرير 20000 دو مواتي دو بو بلوس دان نو. النص ديال 20000 اكسيون يعني 10000 اكسيون ليبرات اكثر من عام، اي دو تروازيام كار اللي هي 5000 اكسيون دو بوي 4 موا، يعني 5000 اكسيون عندنا هي اللي تليبرات هادي 4 موا. لا سوسيتي انونيم رياليز ان بينيفيس نت دو 800000 درهم et dispose d'un RAN créditeur yani positif de 65000. La réserve légale est actuellement à une valeur de 775000 dirhams. Il y a des réserves légales avant répartition. Hadra atawna le bilan, atawna btariqa yani mktouba texte machi tableau. Alors les statuts prévoient dans l'ordre suivant: la dotation à la réserve légale au minimum légal, li hiya 5%, l'attribution de 6% ديال بروميي ديفيدوند 25% دو سولد ريستونت بور دوتي دي ريزيرف ستاتوتير ابري ريبريز دو روبور ا نوفو دوتاسيون دي ريزيرف فاكولتاتيف لو ريست ديستريبيي ايون دروا او ايون دروا الوغ لو ريست اي ديستريبيي او ايون دروا ا تيتر دو سوبر ديفيدوند اروندي او درام انفيريور بار تيتر اي روبور ا نوفو لاسومبلي جينيرال ريوني لو 27 مارس 2019 de doter, alors on a réuni, on a décidé de doter les réserves facultatives de 150000. Alors on a fait comme fait le khadra, les statuts prévoient dans l'ordre suivant, alors à la barakatillah, je vous dis que nous avons la valeur de la réserve légale. Je vous dis que la réserve légale, c'est 800000. كنضربها في 5% كتعطينا 40000. 40000 ولكن خصنا نديرو واحد المقارنة، غنمشيو ناخدو 8 المليون نضربوها في 10% ونقصو منها شحال؟ نقصو من هداكشي اللي عطاونا في ريزيرف ليغال ديجا 575000. هاد 575000 كنقصوها من 800000 اللي عندنا ديجا في الكابيتال، يعني 10% ديال الكابيتال. كتبقى لنا 25000. اذا 25000 سي لو بلافون اللي ما نقدروش نفوتو ديال ريزيرف ليغال. الوغ ريزيرف ليغال حسبناها هنا عطاتنا 40000، هي 800000 في 5% عطاتنا 40000، الوغ غناخدو فيها غير 25000 بويسك عندنا ديجا 775000 ريزيرف ليغال، ما يمكنش نفوتو كتر من 800000. اذا ريزيرف ليغال عندنا هي 25000، هو الاختيار رقم حرف بي في السؤال 11. Sur 12, quelle est la valeur de l'intérêt statutaire? L'intérêt statutaire, je vais prendre 60000 actions libérées depuis plus d'un an. Alors, je vais prendre 60000 actions ou plutôt 10000 actions libérées depuis plus d'un an, 10000 actions numérées. إذا غناخدو 60000 على 10000 هي 70000 أكسيون، غنضربوها في 100 درهم وغنضربوها في 6% وغنضربوها في 12/12، يعني عندنا العام كامل كتعطينا 420000. وقالوا لنا بأنه واحد 5000 أكسيون ليبيري دوبوي 4 موا، 5000 أكسيون ليبيري دوبوي 4 موا. إذا غناخدو ديك 5000 أكسيون نضربوها في 100 درهم نضربوها في 6% ونضربوها غير في 4 شهور على 12 شهر، غتعطينا 10000. إذن الانتيغ ستاتيوتير هو 400 أو لو بريمي ديفيدوند هو 430000، غنقصو حتى هو هنايا. ألوغ كاين لا فالوغ دو لانتيغ ستاتيوتير 430000 430000 عندنا الجواب بي في سؤال 12. كاين لا فالوغ دو لا ريزيرف ستاتيوتير؟ هنا اش قالوا على الريزيرف ستاتيوتير؟ قالنا غادي ديروا تحسبوا لا دوتاسيون او ريزيرف ليغال وغتبعوا ليها 6% ديال بروميي ديفيدوند، عادلوا السول دي غيشيط
نقسموه على أربعة أو نضربوه في 25% باش نحيدو ناخدو منو ريزيرف ستاتيوتير. إذا غنمشي لهنا غناخد 800,000 غنقص منها ريزيرف ليغال ديالي 525,000 وغنقص البريمي ديفيدون اللي حسبناه هو 430,000 الصول ديالنا هو شحال 345,000 غنقسم 345,000 على 4 أو غنضربها في 25% غتعطيني 86,250 هادي هي لا ريزيرف ستاتيوتير ديال 345,000 في 25%. الو هنا غنمرو السؤال الموالي كيلي لا فالور دو لا ريزيرف ستاتيوتير. الوغ لا فالور حسبناها هي 86,250 86,250. الجواب السؤال 14 كيلي لا فالور دو سوبر ديفيدوند باغ تيتخ نو اروندي. الوغ علاش قالو لنا؟ قالنا بعد ما ناخدو 25% ديال ريزيرف ستاتيوتير غناخدو قاليك ابخي ريبريز دو روبور انوفو. اذا غندخلو روبور انوفو ونحسبو الدوتاسيون دو ريزيرف فاكولتاتيف. إذا رجعنا لتحت لاخر ديكزيست راه قالنا ريزيرف فاكولتاتيف هي 150,000. إذا غندخلو الروبور انوفو نحيدو ريزيرف فاكولتاتيف. إذا هنا حيدنا 86,250 ديال ريزيرف ستاتيوتير، زدنا 65,000 ديال الروبور انوفو سولد كريديتور. دابا غنقصو ريزيرف فاكولتاتيف هي 150,000، لو غيست غيعطينا هو 173,750. الوغ باش غنحسبو سوبر ديفيدوند اروندي او ديرام انفيريور، هو ناخدو 173,750 غنقسموها على 80,000. 80,000 اكسيون غتعطينا 2.17/18، وهما غيقولو لنا خدو ديرام انفيريور، يعني ناخدو غير جوج ونعاودو نضربوها في 80,000 العدد ديال لي زاكسيون باش تعطينا 160,000. اذا 160,000 هي لا فالور ديال السوبر ديفيدوند، ولكن لا فالور ديال السوبر ديفيدوند لا فالور اونيتير نو اروندي هي 2.17/18، او اروندي هي جوج، يعني نحيدو الفيرغول. الوغ السؤال كي لا فالور دو سوبر ديفيدوند توتال اروندي، يعني حيدنا الوغ لا السؤال باردون 14 كي لا فالور دو سوبر ديفيدوند باغ تيتخ نو اروندي هي بي 2.17. حنا لقينا 2.17/18 وشي حاجة أخرى، كاين شي أرقام أخرى حنا أنا ما خديتهمش، راه ناخدو غير الجواب ديال 2.17. الجواب الصحيح هو بي 15 كاين لا فالور دو سوبر ديفيدون توتال أروندي. ألوغ أروندي سعيدي غناخدو غير جوج دراهم، وجوج دراهم غنعاودو نضربوها قلنا في 80,000 أكسيون عطينا 160,000 أكسيون، 160,000 درهم. إذا الجواب بي هو صحيح ديال السؤال 15. السؤال 16 كاين لا فالور دو ران. ألوغ غنمشيو نشوفو هنا الغيست هنا 173,750 حسبنا في السوبر ديفيدون 160,000 غنديرو العملية ديال الطرح 173,750 ناقص 160,000 الران عطينا هو 13,750. ألوغ الران 13,750 الجواب بي هو صحيح. كي لا فالوغ دو لا تي بي آ، تي بي آ اش غنديرو؟ هي الديفيدون نيت. غنمشيو نحسبو الديفيدوند بروت. شنو هو الديفيدوند بروت؟ راه هو ريزيرف ستاتيوتير اللي لقينا برومي ديفيدوند، يعني لانتير ستاتيوتير اللي هي 430,000 وزيدو لها 160,000 ديال السوبر ديفيدوند عطينا 590,000. هذا هو الديفيدوند بروت. وغنحسبو تي بي هي 10% من 590,000 عطينا تي بي هي 59,000، والديفيدوند نت هو 590,000 اللي هي الديفيدوند بروت ناقص تي بي عطينا 531,000. اذا جوج الاسئله اللي بقاو شنو هو؟ قال لك كاين لا فالور دو لا تي بي ا هي 59,000 الجواب ا، وكاين لا فالور دو ديفيدون نت هي 531,000. ما عندناش هنايا اذا اوكين ريبونس. للاشاره فقط هنا هاد التمارين سهلات الاسئله بزاف بويسك انا عطاتكم ترتيب هنايا ديال الاقتطاعات اللي غيكونوا والطريقه باش تحسبوا، يعني داك المشكل اللي كان عندكم ديال الران واش نزيدوه واش نقصوه واش نخليه هو الاول دير قطعوه نحيدو هو الاول نخليه حتى الاخر، هادشي كامل راه حيداتو ليكم ما خلا لكم حتى شي مشكل فين تبقاو تالفين ولا تبقاو تشاورو مع ريوسكم. عطاتكم التمارين ابسط ما يكون والطريقه كلها عندك في الاكزرسيس، وما كنظنش في الراتراباج غيكون ساهل التمرين بهذه الطريقه هذه. اذا اللي عنده راتراباج يحاول يخدم مزيان، يخدم على الكونت سوسيتي باش يدخل ان شاء الله هذا الموديل هذا الى مشى ليه راتراباج يدخلو بالمونسيون مزيان ان شاء الله. بون كوراج في
في زيكزام الاخرين نهاركم مبروك.